بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. من هم خيار الناس؟ فتش عن نفسك بين هؤلاء وانظر هل أنت منهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسينكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الدين لا يماطل. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي يفسح لمن يدخل الصف بجانبه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصدوق. قالوا: صدوق، صدوق اللسان نعيفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو النقي التقي، لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أو خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.